تاخذ اطفالك لمكان تعليمي وبنفس الوقت مسلي، انصحك تتابع تغطيتنا اليوم. احنا في مختبر العلوم المتواجد في وينتر وندرلاند. يضم المختبر العديد من التجارب التعليميه المتنوعه، ويوجد الكثير من المناطق مثل منطقه الغابه والديناصورات والفضاء وغيرها. خلونا نتعرف على المكان اكثر. هنا مصنع العلوم أو Science Factory مش هدفه بس هدف ترفيهي، هو كمان هدفه إن الأطفال نفسهم يتعلموا علوم من خلال إن هم يعملوا experiments by hands-on. فمثلاً عندنا أقسام مختلفة زي Action, Human Lab, Future Land, Forest, Dinosaur and Space. برضو هنا في النص في Science Factory أو مسرح العلوم. أهلا وسهلا في قسم الأكشن زون، قسم العلوم أو الكيمياء. هنا نعلم الطفل كيف يصنع التجربة الخاصة به، نعلمه كيف يصنع سلايم ومن إيش يتكون سلايم، ونعلمه عن مادة البوليمر اللي موجودة في البامبرز وكيف إنها تمتص السوائل، ونعلمه كيف يصنع معقم وليش نستخدم المعقم. هنا في الهوم اللاب نتكلم عن أعضاء الجسم. أول طاولة تتكلم عن الإسعافات الأولية، ثاني طاولة تتكلم عن المخ وكل جزء في المخ عن إيش وظيفته وإيش هنتكلم. إحنا هنا في الفيوتشر لاند في أرض المستقبل راح نتعلم كيف نبرمج الروبوتات بشكل بسيط وسهل. الولد بيقدر يتعرف على الحكايات بتاعة النبات والعمر بتاعها، يقدر يشوف كمان الأوراق تحت المجهر، واحدة واحدة بيقدر يتعرف على أنواع مختلفة من النباتات. احنا حناخذكم تجربة حلوة خاصة للأطفال من عمر 6 سنين لعمر 13 سنة، نعطيهم تجربة عن الديناصورات اللي كانت منقرضة والديناصورات كانت عايشة قبل مئات ملايين السنين. أول شيء لازم اللبس نلبسه لبس الفضاء مع الخوذة، وبعدين حيبدأ ينطلق في مرحلة الفضاء اللي هو بداية من الكواكب، بعدين الأقمار، بعدين صناعة الصاروخ، بعدين طبقات الأرض، بعدين بيشوف كل شيء 3D، ونهاية بنختتمها بالروبوتات. مكان حلو اتبسطت فيه. أنا اتبسطت.